برمى سليم مراقب ميزانياتي لدى بلدية عزاب. يأتي هذا اليوم الدراسي بمشاركة قطاع الميزانية من تنظيم وزارة التعليم وتكوين التعليم المهنيين، وهو مشاركة منا في تنفيذ النصوص القانونية وإصداء التعليمات الكافية للمشاركين في هذا من هذا القطاع بنجاح هذه العملية. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في معهد عزابة. ارتأت مديرية التكوين والتعليم المهني لولاية سكيكدة تنظيم يوم دراسي تحت إشراف المديرية الجهوية للميزانية في عنابة. يأتي هذا اليوم الدراسي في وقت مناسب جدا، وهو بداية تنفيذ ميزانية 2023 ومشروع تحضير مشروع ميزانية 2024 حتى يرفع اللبس والغموض الذي يكتفي هذه العملية عند المسيرين والمحاسبين العموميين. وشكرا لكم.